بكم من جديد. نجوم استمرت وأخرى برزت في الجولة الخامسة من الدوري السعودي. التفاصيل مع ديما السائح ومحللي العربية الرياضيين. أهلا بكم مشاهدينا. في الأسبوع الخامس من الدوري السعودي انتزع لاعبو الهلال والأهلي أغلبية المقاعد. اللاعبون المحليون لفتوا الانتباه بعدما انفردوا بأكثرية الخانات، وخمسة لاعبين يظهرون للمرة الأولى. حراسة المرمى آلت وللمرة الرابعة هذا الموسم إلى الشبابي وليد عبد الله ابن 28 عاما. نجح في حماية شباكه من هجمات الأهلي المتواصلة، كان أساسيا في 5 مباريات. شباك وليد عبد الله لم تستقبل هذا الموسم سوى هدف واحد فقط. للأسبوع الرابع على التوالي يظهر سعيد المولد لاعب الأهلي في خانة الظهير الأيمن. التحامات المدافع الأهلاوي قوية وتمريراته دقيقة بلغت نسبتها 80%. لديه بطاقة صفراء واحدة نالها أمام الشباب. زميله في الأهلي معتز هوساوي حضر في خانة قلب الدفاع للمرة الثالثة هذا الموسم، وبإجماع محللين إحصائياته تظهر 12 مواجهة هوائية ناجحة بنسبة وصلت إلى 75%. هدف لاعب العروبة مساعد ندى في شباك الفيصلي ساهم في إقناع 3 من محللين. اللاعب الكويتي كسب خانة قلب الدفاع الثانية للمرة الأولى بعد 5 جولات، في رصيده 3 أهداف جميعها من خارج منطقة الجزاء و2 منها من ركلات حرة. لاعب اتحاد جدة محمد قاسم فاز بخانة الظهير الأيسر للمرة الأولى هذا الموسم بعد أن انتزعها من يوسف خميس لاعب الخليج. طريقة لعبه شدت 2 من محللين فيما وضع 4 باقون أسماء مختلفة. في رصيد صاحب القميص رقم 16 5 التحامات ناجحة وبنسبة 83%. ننتقل الآن إلى خط الوسط، وفي الجانب الأيسر سجل البرازيلي دياغونوفيز اسمه وللمرة الثانية هذا الموسم ضمن نجوم الأسبوع. استطاع البرازيلي أن يحرز هدفا في شباك الخليج كثاني أسرع هدف في الدوري الحالي. نيفيز رفع رصيده من الأهداف إلى 4، احتل بها المركز الثالث في ترتيب الهدافين. إحصائياته تظهر تسجيله هدفا كل 82 دقيقة. في الوسط الأيمن تواجد لاعب النصر أدريان، يحضر معنا للمرة الرابعة هذا الموسم والثانية على التوالي. كان لامعا في مباراة فريقه أمام الشعلة، دقة التسديد لديه بلغت 57%، في رصيده 4 أهداف احتل بها المركز السادس في ترتيب الهدافين. في محور الارتكاز احتفظ الروماني بنتلي لاعب الهلال بمركزه للأسبوع الثاني على التوالي. لمع في مباراة فريقه أمام الخليج، ساهم في صناعة هدف فريقه الثالث الذي حمل اسم زميله ياسر القحطاني. لديه تمريرة حاسمة وبطاقة صفراء واحدة. إلى جانبه في الخانة الثانية لاعب الأهلي وليد بخشوين ابن 25 عاما يحضر معنا لأول مرة هذا الموسم. إحصائياته تظهر قطعه للكرة 8 مرات فيما بلغت نسبة التحاماته الناجحة 57% تقريبا. إلى المهاجمين حيث حجز المقعدين وبإجماع محللين لاعبان من الهلال والنصر. الأول فاز به ياسر القحطاني. القحطاني قاد فريقه إلى النقطة 13 في الدوري بهدفيه في شباك الخليج، في رصيده 3 أهداف من 331 دقيقة لعب. خانة الهجوم الثانية فاز بها وللمرة الأولى لاعب النصر محمد السهلاوي. إحصائياته تظهر تسديدا على المرمى 4 مرات، نجحت 2 منها في مباراة الشعلة في تسجيل هدفين ليواصل بها فريقه حصد العلامة الكاملة والوصول إلى النقطة 15 في صدارة قائمة الدوري. محللون أجمعوا على اختيار صاحب القميص رقم 10 في النصر كأفضل لاعب في الجولة. السهلاوي ينافس على صدارة الهدافين، أهدافه 4 دفعته لاحتلال المركز الرابع في ترتيب الهدافين. مقعد مدرب الجولة انتزعه بلا منافس مدرب الهلال الروماني ريجا كامب. نجح بحسب آراء محللين في المحافظة على سجل فريقه خاليا من الهزائم، صعد به للمركز الثالث في الترتيب العام بنسبة فوز بلغت 80%.
المياه. الصافرة الأجنبية حضرت لأول مرة في منافسات الدوري لهذا الموسم وحجزت معها مقعدا في التشكيلة الأسبوعية. محللون اختاروا صافرة الدولي توماس بوكنار التي قادت لقاء النصر والشعلة، وفيها أشهر المجري 3 بطاقات صفراء و1 حمراء. على وقع الصافرة الأجنبية نختم ونعود إلى بتال في الاستوديو. وعن هذه القائمة يلتحق بنا واحد ممن اختاروها، حمزة إدريس الدولي السعودي السابق المدرب الحالي. كابتن أهلا بك معنا. التعليق الأول يا كابتن في هذه القائمة هو ظهور لأول مرة للظهير الاتحادي محمد قاسم، هو تدرب على يديك محمد قاسم، كيف تعلق على أداء هذا اللاعب؟ أول شيء بتال لو تسمح لي بس أن أبارك لجميع السعوديين باليوم الوطني ودام عز الوطن إن شاء الله ويحفظ علينا يا ربنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار. آمين. بالنسبة لمحمد قاسم، صراحة محمد قاسم في الفترة الأخيرة بدأ يتطور بشكل إيجابي. في الموسم الماضي كان عنده شوية أخطاء في التمركز في الناحية الدفاعية، خاصة في الكرات العرضية من الطرف الآخر. السنة هذه لا، شفنا تمركزه أصبح جيد، شفنا انطلاقاته في الناحية الهجومية بشكل جيد، وما يميز محمد قاسم كمان الفعالية لما بيوصل في الناحية الهجومية، بيوصل بينهي بكرة عرضية بشكل جيد، أو عنده تنوع كذلك لما بيدخل للداخل بشكل جيد، عنده قدرة حتى لو استقر بشكل جيد ممكن حيكون ظهير مهم جدا، وحتى حيكون حتى في تسجيل الأهداف عنده القدرة. نعم. الولد، لكن هو عملية عدم مشاركته، أو دائما بنشوف أحيانا بيشارك مباراة وبيغيب مباراة، محتاج للاستقرار بشكل أكبر، لكن إمكانياته بصراحة مميزة وبشكل عالي جدا. جميل، خلينا ننتقل للظهير الجهة الأخرى المولد الأهلاوي الاتحادي المستقبلي. الغالبية يقولون بأنه لاعب مجتهد، لكنه للمرة الخامسة أو المرة الرابعة يكون معنا في القائمة وتختارونه. طبعا، لأنه بصراحة أول شيء أنه لاعب مجتهد، نحن دائما بنقيم على الاجتهاد، بنشوف اللاعب، ما بنشوف إمكانيات اللاعب، بنشوف إيش أداءه وإيش مردوده في المباراة. من الناحية الدفاعية أداؤه جيد بشكل مميز جدا، في الناحية الهجومية عنده الرغبة، اللاعب لما بيكون عنده الرغبة حتى لو ما كان عنده الإمكانيات، لكن بيظهر الرغبة، عنده الرغبة بأنه دائما يكون متواجد في الناحية الهجومية، إن كان يعيبه شوية من ناحية الإيجابية، في ناحية الكرات العرضية غالبا ما بتطلع من رجله سليمة، لكن هذا مع الوقت بيتطور. أول شيء ما ننسى أنه لاعب صغير في السن، فلما يكون عنده الجراءة وعنده الرغبة فهذه بتديه دافع، وحتى اختياره دائما في منتخب الأسبوع هذا بيعطيه ثقته في نفسه بترتفع، إيمانه بقدراته حتعلى، إنه حيساعده حتى على تطوير نفسه. جميل. ويصلح من الأخطاء اللي هو بيقع فيها بعض الأحيان. جميل، خلينا كنت نحكي شوي عن سعيد المولد. كابتن سعيد المولد مكانه الأساسي لاعب سنتر، لاعب قلب دفاع، هو يلعب الآن كظهير. دائما اللاعب اللي يلعبون كمؤقتين في قلب في الظهير يعودون مرة أخرى لقلب الدفاع، لا يستمرون. تعليقك. والله أنا أشوف لا، سعيد يعني أنا أشوفه كظهير أيمن أكثر ما أشوفه كقلب دفاع. هو حيفيدك خاصة في الناحية الدفاعية لما تكون تلعب ضد فريق عنده الناحية الهجومية قوية، ويكون عنده لاعبين سرعة على الطرف اليسار، فهو يكون من الناحية الدفاعية بيكون قوي جدا، وحتى في الناحية الهجومية بصراحة بيسوي إضافات لو تمرن بشكل إيجابي، خاصة على الكرات العرضية الولد بيوصل، لأنه ما شاء الله عنده السرعة وعنده القوة وعنده الجراءة. فلو تمرن على الكرات العرضية حيأدي بشكل جيد، هو في الظهير اليمين أفضل من ما أنه يكون في خانة السنتر. جميل، نروح للوسط. كابتن نيفز للمرة الأولى يظهر معنا، بعض المتابعين يقول بأن نيفز ليس نيفز العام الماضي وليس نيفز 2010. لا، أنا بصراحة أختلف معهم بالعكس، أنا شايف نيفز بالعكس الآن أصبح أكثر نضجا مع الفريق، أكثر تأقلم مع الفريق، أكثر رغبة لخدمة الفريق بالناحية الإيجابية. جميل. لا تنسى شيء مهم بالتالي، إنه الهلال بيقاتل في الجبهة المحلية وبيقاتل في الأهم في الجبهة الآسيوية. نعم. نشوف لاعب بيسجل، لاعب بيصنع، لاعب بيقود حتى الهجمات، يعني لاعب بصراحة روح الهلال. شوف الهلال مع نيفز بشكل
من غير وجوده بشكل آخر. اللاعب صار بيسخر إمكانياته، أفضل يعني ما يميزه إنه بيسخر إمكانياته خدمة الفريق. جميل. فدائما نشوفه إيجابي، شفناه نحن في مباراة العين كان إيجابي للفريق، بيلعب للفريق ما بيلعب لنفسه. جميل. طيب كابتن، عن على عودة ياسر القحطاني إلى القائمة هذا الأسبوع، كيف تعلق عليها؟ والله عودة مهمة بصراحة، يعني شفنا ياسر أول شيء قدر يكسب ثقة المدرب بشكل سريع، دائما نشوفه بيشارك بشكل أساسي، إذا كان المدرب بيلعب بيتنرس حربة دائما ياسر بيكون موجود. قدم ياسر، نحن نعرف إمكانياته عالية، اللاعب ما ننكر إنه اللاعب في نهاية حياته الرياضية في آخر يعني 3-4 سنين ما حيزيد على كده أو ممكن أقل من كده، ومع ذلك دائما متواجد، مع ذلك دائما بيسجل، بنشوفه حتى لما بيشارك أصبح فعال للفريق، بيقوم بدور صناعة اللعبة، والمهاجم هو اللي بينزل يسوي زيادة عددية في خط المنتصف، بيكون أحيانا بعيد عن 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 الصندوق، لكن بيعطي فرصة للناصر بتحركاته ومساهماته بشكل جيد مع الفريق. جميل، شكرا جزيلا كابتن حمزة إدريس. وذكر بأن محمد سهلاوي أفضل لاعب، ريجي كامب هو مدرب الأسبوع في هذا الأسبوع، توماس بوغنار حكم مباراة النصر والشعلة أو الشعلة والنصر، تم اختيارك كأفضل حكم في هذه الجولة من قبل محللي العربية الستة. الأخيرة في هذه الحلقة نتابع بعدها الشلهوب والدوسرية النجم وقدوتي يلعبان في فريق واحد.